سيري علم سيري ولا بسم الله الرحمن علم سيري علم سيري ولا مودي ولا شيطان. ألا قال أبو صالح بشعر وانا طبحان خبر جاليل بالبارح شل النوم من العيان. 50,000 قالوا لي ودوهم على السودان، ايش اللي حصل فيهم؟ قالوا وضعهم خربان، قرارات الملك صدرت وختمها ولد سلمان ضد المغترب سوها بلا رحمة ولا غفران. يدفع ميه بالقصبة يسلمها ومال الشام، ويدفع لها مع زوجه ويحاسب على الصبيان. ومكتب لهم نسبة قالوا حقهم ميتان، وساهر سوه جنب الخط أن يرسل صور مليان. والمغترب كيف بيسوي يمسي يفكر وهو حيران، أي بكر الصبح المبرحة ما هل مع شغلة الدهان. والآن يا دي تغربتين الوقت كني بشوف حان، كل تلفلف أواعيها وتودع الزوج والجيران. لا عاد تمشي في الأزواج بيقعت مش شايف موديان، قومه من الصبح لمديمة وتلبسي ثوبش الوسخان. يكفيك لا عديد دلعتين لا عاد سهرة ولا فستان، والخاد مهدي تأجرتين تطبخ وتكنس ولم بنان، وانتين واصل على مشاشة أفلام هندي وابو زيدان. وقت مغدا لحمة تتغدين وبعد مغدا حل في مرمان، مليوم كسرة وصانونة مليوم كسرة وصانونة، ولا شي بصل من جرب كيدان، وما رعينه من محسوة لا عاد حده ولا شملان. لا حد حانق وتزعل شي قدوم مقدر من الرحمن. كان استمعتين عمت كان كان استمعتين عمت كان ما كان شي حد رجع ندمان، كل حلف منك انك سماعة تجلس ولا ذي كان. سالح من بدو انا سالح لا قد تحضر نسيل اوطان، ذي كان يحطب ويترعوى ويظل يرعى مع مرايان. والان حيا ملابوها مخصوص فيك انا ابو نسوان، خط الوديعة تجي ساني وبعد الوديعة تجي بيحان. رحب معياك ساد العز انت هو مشكف وذي سامان، في ذي يتغرب على اصحابه واليوم جانا وهو زعلان. واختم كلامي بذكر الله ذي يخشع القلب للقران، صلوا على المصطفى صلوا ترجع الكف والميزان.